آخر الأنباء تأتي من نيويورك تايمز. إسماعيل هنية قتل بانفجار عبوة ناسفة تم تهريبها وزرعها في مقر إقامته بطهران. من زرعها؟ كيف تم إدخالها؟ إيران قالت إن دار الضيافة التي كان يقيم فيها هنية هي جزء من مجمع كبير في حي راق شمالي طهران، وقالت كذلك إن الحرس الثوري هو من يدير تلك المنطقة وهو من يحميها. فأين الحرس؟ وأين الأمنيون؟ هل كانوا منشغلين مثلاً باحتفال تنصيب بازاجاكيان رئيساً جديداً لبلادهم؟ أسئلة كثيرة حول رواية نيويورك تايمز. البعض يقول إن هذه الرواية من أساسها قد لا تكون صحيحة. حياكم الله فيما تبقى. أثارت حديثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران تساؤلات حول قدرة إسرائيل على زرع خلايا قتل منظمة داخل الغرف المغلقة لكبار المسؤولين الإيرانيين. بقلق وخوف وكأنه يترقب السماء خشية تكرار الاختراق الكبير الذي سمح باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وفضح نقاط الضعف الأمني والاستخباري في إيران، ما يثير تساؤلات حول قدرة إسرائيل على زرع خلايا قتل منظمة داخل الغرف المغلقة لكبار المسؤولين. إيران تتوعد بالانتقام، وإسرائيل تهدد بإشعال حرب شاملة يحاول العالم إخماد نيرانها، حيث نجح في احتواء الموقف بعد ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق والحوثيين في ميناء الحديدة. لكن دية القتيل هذه المرة تقول إيران إنها باهظة الثمن، لا سيما أن الضربات الإسرائيلية بعد قصف مجدل شمس قتلت الرجل الثاني في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، واغتالت أبا الحسن مالكي مسؤول وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله العراقي، ما يعقد مهمة الدول المعنية باحتواء الوضع في الشرق الأوسط ويصعب عليها رسم سيناريوهات رد لإيران وحلفائها تتناسب مع الحدود الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء. توترات يمكن أن تورط جميع الجبهات المحاذية لإسرائيل وفق ما كشف عنه مسؤولون إيرانيون لصحيفة نيويورك تايمز، الذين كشفوا عن دراسة شن هجوم مركب بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف عسكرية في تل أبيب وحيفا، مع الإشارة إلى أن الهجوم سيكون منسقا من إيران وجبهات أخرى بها جماعات مسلحة متحالفة معها بما في ذلك اليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى قدر من التأثير. معنا من عمان الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دكتور أسامة أبو رشيد، ومعنا كذلك من طرابلس في لبنان النائب اللبناني السابق دكتور مصطفى علوش، ومعنا من بيروت سوف ينضم إلينا من بيروت أو معنا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أستاذ فيصل عبد الساتر، وأيضا معنا سوف ينضم إلينا لاحقا من الدوحة الأستاذ مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم ضيوفي أجمعين. أبدأ معك أستاذ فيصل عبد الساتر، استمعت واستمعنا لكلام حسن نصر الله، ما الذي استخلصته منه؟ مساء الخير لك ولضيوفك ولكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافة، ونقدم خالص المواساة والعزاء إلى أهالي الشهداء وأهل الشهيد القائد إسماعيل هنية وأهل الشهيد القائد السيد فؤاد شكر، وإلى كل الشهداء الذين سقطوا في هاتين الجريمتين
التي نفذهما العدو الإسرائيلي. طبعا سمعنا اليوم جميعا كلام سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي يعني تحدث فيها بشكل مقتضب إلى حد كبير عن الظروف والملابسات وحيثية جريمتي الاغتيال اللتين وقعتا في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي العاصمة الإيرانية طهران، وذهب ضحية هذين العملين الإجراميين القائد إسماعيل هنية والقائد فؤاد شكر، وتحدث عن أن الرد آت وحتمي وليس شكليا، وهو رد مدروس، وعلى العدو أن ينتظر هذا الأمر، والأيام والليالي والميدان بيننا. وبالتالي هذا عهد ووعد من الأمين العام لحزب الله بأن هناك ردا سوف يكون ردا مدروسا وردا جديا. يعني هذا يعني أن الأمر ليس يعني بالأمر البسيط وليس بالأمر العادي، وعلى العدو أن يفهم تماما إذا ما كان فرحا لأيام قليلة فعليه أن يتحضر للبكاء طويلا. أستاذ فيصل، هذا يعني الكلام، أن هذه الجبهة جبهة يعني لبنان على الأقل وجبهة حزب الله. البعض يقول لك هذا كلام وبدأت الناس تمل يعني من هذا الكلام يعني والتهديدات. يعني الناس بصراحة بدأت تمل من هذه التهديدات وتعتبرها يعني ما زال محور الممانعة ضمن سياسة الصبر الاستراتيجي. هل ترى ذلك؟ لا، لماذا هذا كلام؟ يعني هل هذا الكلام يعني لا تثبته الوقائع منذ 10 أشهر والجبهة اللبنانية مشتعلة بشكل واضح مع الشعب الفلسطيني في غزة ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء ومن القيادات؟ يعني حزب الله إلى الآن قدم عدد من القادة في هذه الجبهة ليس بالعدد البسيط، وآخرهم وأهم هذه التضحيات هو القائد فؤاد شكر. ما هو هذا السؤال يعني أستاذ فيصل؟ مسألة شكلية. لا لا لا، كيف يمكن أن نقول فيصل أن هذا الكلام؟ سوف أشرح لك كيف. يعني البعض يقول لك يعني إسرائيل قتلت فؤاد شكر، لم يبقى إلا حسن نصر الله. من بقي يعني في الصف الأول؟ ما بقي إلا أن تقتل حسن نصر الله، ثم يخرج الحزب بخطاب أنه سنرد وبيننا الأيام والليالي يعني البعض يقول لك ما زال حزب الله مردوعا، يبدو أنه مردوع. يا سيدي، نحن نتحدث عن جبهة لا زالت مشتعلة الآن منذ قليل. العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة شمع الجنوبية، ذهب ضحيتها 5 شهداء، عائلة سورية بأكملها تقيم في هذه المنطقة، ويعني دفعت ثمنا كبيرا. الآن نحن نتحدث عن جبهة لا زالت مشتعلة والحرب قائمة. طيب، لكن هو فصل بين الرد الذي ممكن أن يكون على هذه الجريمة وبين الحرب القائمة، وقال أن هذه الجريمة ستخرجنا إلى مرحلة جديدة. يعني هو تحدث عن مرحلة جديدة خارج جبهة الإسناد. البعض يقول سننتظر ما هي المرحلة الجديدة. هي المشكلة في سا وسوف وسنرد، وهذا البعض يقول لك أستاذ فيصل هذه المشكلة مع كل من بعد 7 أكتوبر حتى اللحظة. سأعود لك أستاذ أسامة أبو رشيد. دكتور أسامة مرحبا بك. نيويورك تايمز تقول عبوة ناسفة أدخلت قبل شهرين إلى دار الضيافة، يعني هل تصدق هذا الكلام؟ طبعا لا يمكن الآن أن نأخذ بأي رواية، يعني هناك روايات متعارضة، ربما هناك محاولات تضليل أصلا. لا يمكن أن نقول أن هذه الرواية صحيحة أو خاطئة وأن رواية القصف صحيحة أو خاطئة، لكن ما نعلمه يقينا أن هناك اختراقا على أعلى مستوى حدث في إيران. الآن هذا الاختراق ليس أول اختراق، يعني ليس أنه سابقة، هناك اختراقات كثيرة حصلت داخل إيران، الكثير من العلماء النوويين الإيرانيين تم اغتيالهم حتى في داخل طهران نفسها. نتحدث عن نخبة من العلماء داخل طهران تعرضوا لعمليات اغتيال. فيعني هذه مشكلة الآن ينبغي أن تتعامل معها إيران، يعني لا يستطيع أن ينكروا أن ثمة اختراقا، لا يستطيع أن ينكروا أن المبنى الذي استهدف فيه إسماعيل هنية هو مبنى شديد الحراسة، شديد التحصين، أو هكذا يفترض تحت وصاية أو تحت حراسة الحرس الثوري. هذا تهديد للأمن القومي الإيراني. إذا كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى مبنى محصن مثل هذا، إلى ضيف دولة مثل إسماعيل هنية، معناها يستطيعون أن يصلوا إلى أي مسؤول إيراني آخر.
فمن ثم أظن يعني عندما يعلن المدعي العام في طهران أنه ستكون هناك تحقيقات وأنه سيكون هناك مساءلة ومحاسبة، أظن أن الإيرانيين أو أن أجهزة الأمن الإيرانية ربما بدأت تتلمس أو ربما أمسكت برؤوس الخيوط، الآن تستطيع ربما أن تبدأ بتتبع خيوط معينة للوصول إلى المسؤولين عن مثل هذا الاختراق. في المحصلة بغض النظر يعني عن اعتبارات كثيرة، هذا انتهاك لسيادة الدولة، هذا عدوان على دولة، وأيضا هذه محاولة من قبل نتنياهو، من قبل إسرائيل، حتى لا أريد أن أقول نتنياهو، هذه جريمة إسرائيل وليس جريمة نتنياهو فقط. هذه الجريمة هي في محاولة لتعطيل أفق المحادثات أو محادثات الصفقة، صفقة وقف إطلاق النار. واضح أن إسرائيل مستمرة في هذا العدوان وتريد أن توسع من نطاق هذا العدوان عبر استهدافها لفؤاد شكر واستهدافها للبنان وقبل ذلك لليمن. واضح أن إسرائيل تريد أن تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة إقليمية كبرى. الآن هل تقع هذه المواجهة؟ هذه مسألة أخرى الآن. طيب، هل هذا الاستهداف وهذا الضرب، وحسب ما صار الله قال أنه الإسرائيليين مسوا شرف الإيرانيين بهذه الضربة باغتيال إسماعيل هنية رحمة الله عليه، هل يمكن هذا الأمر يعني وتبدو إيران يعني بعض يقول لك يعني فعلا أشبه بهيكل يعني ضخمت نفخت كثيرا، هل يمكن أن تعيد حماس خياراتها حساباتها أنه والله يا جماعة أولئك الإيرانيون يعني ليسوا إلى هذا الحد، يعني الأمور أبسط وأقل من ذلك بكثير. يعني سيد الكريم، يعني موقفي معروف من التدخل الإيراني في سوريا لا لا اليمن. لا بعيدا عن لا دكتور أريد أن أصل إلى لا لا والله لا بعيدا يعني عن قصة لا 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 بعيدا عن قصة يعني إيران وأجرام إيران، دعنا من سوريا ومن العراق ومن اليمن ومن لبنان. أنا بعيدين أريد أن أصل إلى نقطة يعني حتى نكون موضوعيين، إيران لا تواجه إسرائيل، هي تواجه الولايات المتحدة. أي حرب مع إسرائيل سيعني حربا مع الولايات المتحدة. إيران قوة إقليمية ليست قوة دولية، الولايات المتحدة قوة عظمى قوة دولية. هل تريد إيران أن تدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة؟ هل تريد حربا مفتوحة مع دولة مثل الولايات المتحدة؟ دكتور، لا أحد يقول هذا الكلام. يعني فأنا أقول أن إيران ضمن معطيات القدرات تفعل ما تستطيع. الآن قد نأخذ عليها أنها لا ترد مثلا بشكل قوي، قد نأخذ عليها أنها لا تنتقم بالشكل بحجم الضربات التي تتلقاها، أنا معك في هذه المسائل. نفخت كثيرا هذه إيران؟ نفخت كثيرا كقوة إقليمية؟ نفخت تعتقد كقوة إقليمية؟ نقول هي نفخت كقوة دولية وليس كقوة إقليمية. يعني هي كقوة إقليمية قادرة على، لو لم تكن هناك أمريكا لربما لاستطاعت أن توجه ضربات أقوى لإسرائيل، لكن هناك أمريكا، هذه هي النقطة الأساسية، أنت تواجه أمريكا. الآن إيران عليها مسؤولية كبيرة أنها عندما تتحدث بلغة القوة العظمى وتتحدث بلغة المواجهة مع أمريكا هي تضع نفسها في موقف محرج. كلنا نتذكر قبل بدء القصف الأمريكي البريطاني على اليمن في شهر مارس الماضي أن إيران كانت تتحدث عن مدمرة أنزلتها إلى البحر العرب وكانت تتحدث عن قدرات هذه المدمرة، قبل القصف سحبتها مباشرة. من خطأ أي دولة أن تكبر أو أن تعظم من قدراتها ثم يبدو للعالم كله أنك لا تملك تلك القدرات. هذه أخطاء إيران ربما تكون جزء منها أن تحاول أن تبعث رسالة ردع أو تخويف للولايات المتحدة. لا، هو البعض يقول لك هذه ليست خطأ إيران دكتور، هذه سياسة بروباغندا إيرانية وكثر في العالم العربي يصدقون هذه الأكاذيب، هكذا البعض يقول لك يعني، وبناء عليه أصبحت قوة إقليمية. سأعود لك في وجهة النظر هذه. دكتور مصطفى علوش مرحبا. هناك حركة دبلوماسية نشطة دولية في بيروت، وزير الدفاع البريطاني، وزير الخارجية البريطاني، الجماعة نشطين، لكن قل لي نجيب ميقاتي، دولة نجيب ميقاتي يقول لك أنا والله ما يعني لم أصدق أموس هوكشتاين عندما قال لي لا يوجد هناك ضربة للضاحية. يعني هكذا الأمور تدار في بيروت الآن؟ وصلنا إلى هذا الحد؟ نعم، علينا أن نكون صادقين وواعين بأن الدولة في لبنان غير موجودة، وعملياً هذا الأمر هو مستمر منذ أن قررت الدولة اللبنانية أن تعطي منحة أمنية لميليشيا مسلحة تأتمر بأوامر خارج الدولة اللبنانية. هناك مسوغات ومبررات
عظمى يتحدث عنها حزب الله يمينا وشمالا، وبأنه يدافع عن الأمامة وهنالك، ولكن بالنهاية بغض النظر عن كل هذه المسوغات، فمجرد أن تسلم أي دولة أمنها لميليشيا مسلحة خارج سلطتها معناها أنها فقدت كل شيء، حتى ولو بقيت مسؤولة عن بعض الدبلوماسية وبعض المواقع التي تعتبر بأنها رسمية. لذلك بكل موضوعية أقول بأن الحكومة الآن غائبة، هي فقط صدى يعني صدى وقرقعة عظام في قدر فارغ. هذا هو كل الوضع بالنسبة للبنان، بالنسبة لرئيس نجيب ميقاتي، بالنسبة لوزير الخارجية، والواقع بأن الأمور تسير بغض النظر عن قرار أو رأي ما تبقى من الدولة اللبنانية. وما تبقى والشعب اللبناني؟ الشعب اللبناني هو كالعادة ضحية قرار سياسي وأمني اتخذ خارج القرار اللبناني، وعمليا قد يذهب البعض ويقول بأنه أن اللبنانيين يريدون أن يدافعوا عن غزة وإلى هناك. بالتأكيد هذا الشيء لا أحد يمكن أن يمنعنا عن التفاعل بشكل حميم مع الضحايا في غزة والضحايا في سوريا والضحايا الذين سقطوا في أي مكان من عالمنا العربي لأنهم ضحايا، ولكن بالنهاية ماذا نفعل؟ هل صحيح أن هذه ما يسمى جبهة الإشغال تمكنت من إنقاذ طفل فلسطيني إضافي لم يقتل في غزة؟ الشيء المؤكد نعم هو نعم من يقاتل نعم لا لا دكتور اسمح لي، يعني هذه التساؤلات أهل أم الصبي أهل فلسطين يقولون نعم وشكرا لجبهات الإسناد، لولاها لحدث نعم. أسوأ وأسوأ يا سيدي، يعني علينا أن نذهب ونسأل الذي استشهد إذا كان يريد أن يستشهد على الأرض، وليس من يذهب ويكابر في هذه القضية حتى ولو أرادوا ذلك. القرار العسكري الذي اتخذ عن الفلسطينيين في هذا المجال وعن اللبنانيين وعن السوريين وعن الإيرانيين وعن العراقيين مسؤول عنه القادة، لذلك لا يجب أن نستغرب أن يتحمل القادة احتمال أن يسقطوا على الطريق مثل ما حدث البارحة. القضية هي تتعلق وأنا بالنسبة لي بالضحايا ودمار غزة، هل تمكن هذا الإشغال؟ أريد أن أسأل بكل موضوعية ومن دون إحراج، هل تمكن هذا الإشغال من تخفيف بدل أن تدمر غزة؟ دكتور أسامة هل لديك إجابة؟ دكتور أسامة موجود، هل لديك إجابة على هذا السؤال؟ لا أعرف لماذا أنا الذي ينبغي أن أجيب، لكن يعني الأستاذ مصطفى يقول لنكن موضوعيين وأنا أقول لنكن موضوعيين. هذا ليس المستوى الذي كان يتوقعه الناس لا من حزب الله ولا من إيران، لكن في نفس الوقت أنا كعربي اليوم لا أستطيع أن أقدم نموذجا عربيا واحدا أفتخر به حتى أوازنه وأقول أقارنه بالموقف الإيراني أو موقف حزب الله. هناك توقعات أكبر من الواقع. هذه التوقعات اكتشفنا اليوم. لا إجابة على السؤال دكتور، لأنه أريد دكتور الله يسعدك بدي أروح على الأستاذ فيصل عبد الساتر الآن بزعل منه، لكن يعني هل فعلا سؤال دكتور مصطفى لديك إجابة عليه بنعم أو لا؟ يا سيدي بغض النظر عن الرأي الشخصي أنه هذا الإشغال صحيح أم لا، هم في المحصلة لا شك أنهم سحبوا الكثير من الوحدات الجيش خففوا عن غزة إلى الشمال. خففوا عن غزة لا شك، لأنه الكثير من الوحدات اليوم على الجبهة الشمالية. دكتور مصطفى هذا مسألة أخرى. طيب دكتور مصطفى أتمنى أن تكون وصلتك الإجابة. أستاذ فيصل عبد الساتر أريد أن أسألك سؤالا، وأنا أعلم أنك تريد أن تعلق على ما سمعت، لكن يعني كرما لله لا تعلق لأنه الوقت يمضي. لا تعلق لا الوقت يمضي. السؤال ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو أكثر؟ لا هو يعني عمليا أنت تطلب مني أن أعطينا صورة الأستاذ فيصل حبيبي أسمع مثل هذا الكلام وأن لا أعلق، فهذا ليس عدل يعني. لا يا أستاذ فيصل لا، لأنه الوقت يمضي أرجوك، الوقت يمضي حبيبي، لكن في سؤال مهم جدا الآن، ما الذي يجب أن يفعله؟ ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو أكثر من ذلك حتى يجر إيران للحرب؟ يا أخي يقتل إسماعيل هنية رحمة الله عليه في طهران، فؤاد شكر قتل في لبنان، قتل رضا زاهدي في دمشق، يعني ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو؟ يقبل أقدام الإيرانيين حتى يدخلوا الحرب؟
البعض يقول لك ما بقي ماء في وجوه الإيرانيين، لم يبق نتنياهو ماء في وجوه الإيرانيين. أولا لماذا نحصر القضية بإيران فقط، ولماذا نحصرها بحزب الله وأن نخرج كل هذه الأمة العربية والإسلامية؟ دعني من الأمة العربية، الأمة العربية مطبعة. تتحدث الآن من اسطنبول تركيا. أنا أريحك. تركيا يا سيدي، يا سيدي دعني من الأمة العربية بالله عليك، دعني من الأمة العربية. الأمة العربية صهيونية، الأتراك صهاينة. أرجوك في إيران، في إيران، دعني في إيران أرجوك يا خي. اسمح لي تفضل. سمحنا لك. سمحنا لك يا خي. جيد جيد، بس انه قصدي لماذا دائما نضع الدائره في ايران؟ هل المطلوب ايران الان ان تخرج وتقول الى الحرب هيا بنا جميعا حتى تصدقوا ايران؟ كل هذا الذي فعلته ايران وكل هذا الثمن الذي تدفعه ايران في دعم القضية الفلسطينية، في احتضان فصائل المقاومة، في تلبية حماس وما تريده حماس والجهاد وكل الفصائل، في التدريب وفي الأسلحة وفي التمويل وفي التبني وفي الاحتضان وفي القتال وفي مدهم بالأسلحة، ثم نقول أين هي إيران؟ كل هذا الذي يقوم به حزب الله من اللحظة الأولى لم تجبني يقول على السؤال. أننا إلى جانب الشعب الفلسطيني، جبهة إسناد ونصرة. لم تجبني على السؤال أرجوك، لم تجبني على السؤال يا سيدي. خليني كمل. لا انا احفظها. انا اجيبك على السؤال هذا الموشح ارجوك اجبني على السؤال يا استاذ. يا حبيبي يا استاذ معاذ، يا استاذ معاذ، انا لست هنا في جلسة امتحان اجب بنعم او لا. نحن في نقاش سياسي. طيب عندما يرتقي النقاش السياسي الى هذا النوع من المسؤوليات، عليك أيضا أن تحترم قناعاتي. أنا أقول أن إيران مست بسيادتها وانتهكت أراضيها واعتدي عليها، وسننتظر الرد الإيراني. قال الإمام الخامنئي: نحن سنرد، هذا الضيف هو في ضيافتنا وفي حياضنا، وعلينا أن نحمي ضيفنا وسنرد. إذن الإمام الخامنئي قال هذا الأمر بشكل واضح، وهذا الأمر يعني أن إيران سترد. لكن المسألة ليست بالرد الإيراني، نحن نتحدث عن معركة مصيرية. اليوم السيد نصر الله قال أنها جزء من معركة 48، يعني هو يعيد البعض القضية. البعض يقول لك لا تريدون المعركة، إيران لا تريد المعركة، وبالتالي على الجميع أن يتحملوا هذه المسؤولية. إيران لا تريد المعركة، إيران تريد عقد صفقة. من قال أن إيران لا تريد سلوكها المعركة؟ سلوكها يقول هذا الأمر. سلوكها لماذا يا أخي؟ أنا لماذا تقولون على إيران ما لم تقله؟ ما فعلته إيران منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة لم تفعله أي دولة عربية أو إسلامية. بالأمس أردوغان يهدد أنه يريد أن يحارب إسرائيل، فليقطع علاقاته مع إسرائيل قبل أن يحاربها، فليستدعي السفير التركي، فليوقف العلاقة التجارية. إيران لا تعترف بإسرائيل. أعدك أننا سوف نناقش الدور العربي بإسرائيل. وإيران تواجه أمريكا. يا أستاذ فيصل، دعني من تركيا ودعني من الدول العربية. فعلت كل ما بوسعها. البعض يقول لك تركيا والدول العربية مطبعة مع الإسرائيليين، لكن إيران هي التي ترفع عقيرتها. منذ 40 سنة سوف نرمي الإسرائيليين في البحر، الآن أتى وقت الرمي الإسرائيليين في البحر. وقال لك والله الصبر الاستراتيجي. الصبر الاستراتيجي متى ينتهي؟ الصبر الاستراتيجي بالله عليك قل لي يا سيدي. كلنا في إطار هذه المعركة. حماس تريد رمي إسرائيل في البحر، حزب الله يريد رمي إسرائيل في البحر. هذا ليس معيب، هذا ليس شعارا معيبا، هذا شعار يجب أن نتمسك به. متى لكن يعني متى ليس متى بالضرورة متى أن نحاكم أنفسنا الآن على ضرورة. يا خي المتى والأين والكيف؟ الأمة العربية منذ 78 سنة هي بتقول بدها تطرد إسرائيل وتزتها بالبحر. أنت تريد أن تحاكم إيران فقط على أشهر وعلى سنوات، وتريد أن تحمل إيران المسؤولية. نحن جميعا في هذا الركب، في هذه السفينة. لماذا نريد الآن أن نفرق بدل أن نرتفع إلى مستوى المسؤولية ونقول شكرا إيران، شكرا على ما تقدمه إيران، شكرا على ما يقدمه حزب الله للشعب الفلسطيني. اليوم الدكتور مصطفى علوش يريد أن يحاكم المقاومة، يريد أن يحاكم الشعب الفلسطيني لأنه قاوم ودفع شهداء يسميهم ضحايا. كيف يعني نسميهم ضحايا؟ هذه معركة للشعب الفلسطيني بالأساس أولا وأخيرا. نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني وجزء من هذه المعركة. لكن أن يؤخذ النقاش
إلى أن نحمل المقاومة المسؤولية ونقول أن المقاومة أصبحت ميليشيا، هذا معيب. المقاومات هي موجودة في هذه المنطقة، الدول غير موجودة. أستاذ فيصل، إذا سمحت لي، إذا سمحت لي، ما جزء كبير ينظر لحسن نصر الله أنه ذراع إيراني وميليشيا مسلحة. يعني الدكتور مصطفى علوش ليس رأيا شاذا رأيه في هذا الأمر. سأعود لك دكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات. مرحبا بك دكتور. يعني الآن نيويورك تايمز تقول والله عبوة ناسفة وزرعت قبل شهرين، أو لا هناك رواية والله صاروخ دقيق أو طائرة مسيرة أو كذا. أيا يكن، لماذا تبدو المنظومة الإيرانية متهالكة إلى هذا الحد؟ ثم أجبني على السؤال التالي. إسرائيل قالت سوف نرد بعد حادثة مسجد شمس على حزب الله، والحزب يعلم والكون كله يعلم، كيف نجحت في الوصول إلى فؤاد شكر في حارة تحرك؟ كيف؟ أولا تحية لك ولضيوفك الكرام وجميع المشاهدين في كل مكان. هناك عدة جهات في هذه العمليات. الجهة الرئيسة هي الفاعل على مستوى الدولة. إيران تعرضت لنكسات استخبارية متتالية خلال على الأقل العشر سنوات الماضية، ومنها عمليات نفذت ولم نعرف عنها، بدأت تفاصيلها تظهر في بعض الدوريات الأكاديمية، بعض التسريبات هنا وهناك، ومنها عمليات معروفة استهدفت علماء، يعني علماء المفاعلات النووية أو البرنامج النووي الإيراني، إما بالنسبة للحرب منذ 7 أكتوبر وطوفان الأقصى وما نفذت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فهي أظهرت بشكل واضح جدا أن لديها مصادر بشرية على الأرض في كل من لبنان وطهران والعراق وعدد من الدول الأخرى التي تتواجد فيها مصالح، يعني منها سوريا تتواجد فيها مصالح لإيران. كيف تمكنت من ضرب هذا الهدف؟ هذا يعني أن لديها خطط مسبقة لضرب أهداف محددة تراقبها منذ أشهر عدة. العملية الأخيرة التي حدثت باغتيال الدكتور إسماعيل هنية رحمه الله، هذه العملية من الواضح جدا، أنا كتبت مباشرة يعني في صباح يوم الاغتيال أن العملية نفذت على الأغلب من الداخل بضربة إما عبوة أو ما يسمى بالآي إي بي. والسبب أن ما هي الآي إي بي؟ ما هذه الآي إي بي؟ بمعنى قنبلة بمواصفات محسنة، يعني improvised explosive device. فهذه يعني هذه العملية لماذا؟ يعني ما هي المؤشرات؟ الدفاعات الجوية الإيرانية لم تطلق أي شيء، الرادارات الإيرانية لم تسجل شيء، يعني ربما رادارات تسجل شيء هنا وهناك والدفاعات الجوية لا تفعل، هذا يحدث، لكن ألا تسجل أي شيء بمعنى أن الانفجار حدث في الداخل. التفاصيل التي تسربت البارحة من مصادر إسرائيلية قبل نيويورك تايمز كانت تتحدث عن أن الانفجار حدث في غرفة الدكتور إسماعيل هني رحمه الله فقط، ولم تتأثر الغرف الأخرى المجاورة، منها يعني مباشرة الغرفة المجاورة لإسماعيل هني كانت لزياد نخالة، وحتى لم يجرح، لم يتعرض لأي شيء، بمعنى أن الضربة من الداخل. التفاصيل الفنية يمكن أن ندخل بها يعني ويمكن غير يعني يمكن أن نناقشها، لكن المهم هنا أن هنالك مصدر بشري. إيران حذرة منذ فترة طويلة وتبحث عن جواسيس، كيف فاتها أن تجد هؤلاء؟ وكيف وصلت هذه القنبلة؟ كما تعلم الحرس الثوري الإيراني دقيق جدا وحذر جدا، خصوصا وأنه تعرض لاختراقات متتالية خلال على الأقل 5 سنوات الماضية. كيف وصلت عبوة بهذا الحجم إلى هذه الغرفة، وكيف تم يعني تفجيرها؟ التفجير حدث عن بعد بعد أن تأكدوا 100% أن قائد حماس الدكتور إسماعيل هنية كان في الغرفة مع الحارس الشخصي، وتوفي بشكل مباشر، يوجد أطباء في هذه البناية والحارس الشخصي حاولوا يعني إنقاذه لكن لم ينجحوا. هذه التفاصيل التي خرجت أولاً،
كيف وصلوا إلى أيضا كيف تأكدوا من وجود دكتور إسماعيل هنية في هذه الغرفة؟ الطرف الإسرائيلي أو التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن اختراق مشابه لبيجاسس، البرنامج الذي اخترق أجهزة الآيفون، ولكن هذه المرة اختراق لواتساب، وأن الدكتور إسماعيل هنية قد أجرى مكالمة هاتفية. يعني هذه تصدقها؟ تصدقها هذه؟ أنا أصدق أن الطرف الإسرائيلي تمكن من تنفيذ عملية في داخل إيران، لكن توجد أسئلة كثيرة. كيف تمكنت إسرائيل وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية من الوصول إلى هذا المكان الحساس؟ وبالمقابل، لماذا تهاونت أجهزة الاستخبارات الإيرانية في طبعا الحرس الخاص بالدكتور إسماعيل هنية لا يحددون المكان الذي يقيم به ولا البروتوكول الأمني؟ وكل هذه التفاصيل لا يعني تعود إلى الجهاز الأمني الاستخباري الإيراني. فكيف اختاروا هذا المكان؟ كيف لم يفحص هذا المكان أمنيا؟ يفحص المتفجرات، يفحص بأكرمكم الله بالكلاب وإلى آخره. كلها أسئلة يعني لا توجد أجوبة عليها. لن أخوض يعني في موضوع يعني نظريات المؤامرة، ولكن نعم توجد أسئلة كثيرة في هذا الموضوع. طيب يجب أن ننتظر لي. سأعود لك دكتور، لأنه البعض يقول لك يعني منذ أن سرق الإسرائيليون الأرشيف النووي من قلب طهران ومرورا بكل عمليات الاغتيال، وهل يعقل أن إيران لم تنظف ساحتها الداخلية بعد من كل هؤلاء العملاء الأرضيين كما تتفضل؟ وهو سؤال كبير. دكتور أسامة أبو رشيد، أنا أعلم أن وقتك ضيق وسوف تغادرنا بعد قليل. سؤال قبل أن تغادرنا، إذا اكتفت إيران برد كالرد الذي حدث بعد قتل رضا زاهدي، مسيرات تعبر سماء الأردن من ثم تلتقطها أمريكا ومن ثم يشتمون الأردن ويتهجمون على الأردن وعلى الدول العربية، إذا حدث هذا السيناريو برأيك هذا ما يسمى بمحور الممانعة؟ أوشك على التصدع فعلا أمام اختبار نهائي وحاسم هذه المرة؟ يعني هو محور الممانعة أثبت أنه ليس بالقوة التي كان يقدم نفسه بها، وأن وحدته، وحدة الساحات، هي مجرد شعار. لكن واضح أن هناك نوعا من التنسيق. الآن إيران أمام لحظة حقيقة، هي قدمت نفسها كقوة كبيرة في المنطقة، قوة لها اعتبار، لها وزن. اليوم نكتشف أنه لا، هي ليست بتلك القوة. بالحقيقة نحن لم نكتشف هذا الأمر اليوم. يعني عندما مثلا اجتاحت داعش العراق في عام أو الموصل ثم مدن الشمال وصولا يعني زحفا نحو بغداد، اكتشفنا أن إيران والفصائل الشيعية لم تكن بالقوة على مواجهة داعش لولا التدخل الأمريكي. حتى أن وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت قال أن الولايات المتحدة تعمل أو الطيران الأمريكي يعمل كسلاح جو للقوات الإيرانية والفصائل المحسوبة عليها. نفس الشيء رأيناه في سوريا، اضطرت أن تتدخل روسيا في المحصلة. إيران لولا الضعف العربي لما كنا نحن اليوم في هذا الموقف. لكن أنا مرة أخرى أريد أن أعود إلى نقطة، إيران لديها مشروع ننتقدها، نغضب منها بسبب سياساتها الإجرامية نسميها في سوريا، لكن أين المشروع العربي؟ إيران تقدم دعما للجانب المقاوم الفلسطيني، هذا الدعم ممكن أن نناقش حجمه، هل هو يساوي مثلا الدعم الذي يقدم لحزب الله؟ لا طبعا. البعض سيقول لك لكن مصر أيضا هي التي تغلق الحدود وليس إيران التي تقصر في إرسال السلاح. نحن أمام معضلة بسبب غياب المشروع العربي، لكن إيران ليست في القوة التي تقدم بها، وإيران لديها مشكلة كبيرة اليوم أنها مخترقة داخليا وهي تواجه إهانة، إن ابتلعتها سيزداد الوحل الذي تغرق به. لكن إن قامت برد محسوب، قد لا يعجبني لكن أكون صريح معك، ما الذي تملكه أمام دولة مثل أمريكا؟ يعني السقف الموضوع هو رد محسوب مع الأمريكان ويبلع الموضوع ونمضي إلى ضربة قادمة، نتوقع ضربة قادمة فقط، هذا برأيي. عندنا تجربتان سابقتان، مهاجمة بعد اغتيال قاسمي زاهدي، لا أتحدث عن رئيس الحرس الثوري قاسم سليماني، قوة القدس سليماني. بعد اغتيال سليماني
الرد الإيراني كان محسوبا، وأعطي خبر للأمريكيين قبل ساعات من الهجوم، هذا مؤكد عبر السويسريين. قبل الهجوم على إسرائيل أعطي خبر أيضا للأمريكيين قبل ساعات عبر بعض الأطراف العربية ويقال أيضا تركيا. الإيرانيين لديهم حسابات كثيرة، لا يريدوا طبعا أن يستفزوا ردا عسكريا أمريكيا. هل سيكون هذا الرد الإيراني محسوبا مرة أخرى؟ هناك السوابق له. هل هذا سيكون في مصلحة إيران؟ قد يكون في مصلحتها أن لا تتعرض لضربة تدميرية أو قوية من أمريكا، لكنه سيمس بسمعتها. ومرة أخرى إيران ورطت نفسها بدماء عربية، لو لم تكن تورطت بالدماء العربية لما كنا اليوم ننتقد إيران بهذه الطريقة، لكنها مستنزفة. حتى حزب الله مستنزف في سوريا، لو لم يكن مستنزفا في سوريا لما كان هناك انقسام على حزب الله عربيا كما هو منقسم عليه اليوم. لا، هو حزب الله قال لك يعني أتى لسوريا من أجل لا تسمى زينب مرتين. يعني إذن دكتور أسامة برشيد، قبل أن أودعك، السقف الإيراني هو رد محسوب، هكذا ترى فقط؟ هكذا السوابق، لكن ليس هناك حرب شاملة، ليس هناك حرب شاملة واسعة، لا، رد محسوب السقف. إذا بنينا على السوابق، اللهم أن يحدث خلل في الحسابات من أي طرف من الأطراف. ربما برأيك أنت، ربما مع دولة مثل إسرائيل كل شيء ممكن، لأنه القرار التصعيد وحرب الشاملة ليس إيراني إنما إسرائيلي. طيب، دكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معي مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي الأمين، مرحبا. تحياتي لك لضيوفك للمشاهدين الكرام. يا مرحبا. حسن نصر الله في ورطة اليوم، إن رد وإن لم يرد. هلا كلنا في ورطة، مش بس حسن نصر الله. ما في شك أن الوضع حرج والأمور مختلفة عما سبق. قال في خطابه اليوم أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة، يعني من مرحلة المشاغلة والإسناد إلى مرحلة جديدة. ما هي معالم هذه المرحلة؟ لا نعرف. هو مضطر بطبيعة الحال أن يقوم برد، لأنه أن تغتال إسرائيل العسكري الأول أو القيادي الأول في حزب الله العسكري هو يعني أمر ليس بسيطا، وهذا أمر يهز الحزب من داخله، بمعنى أنه عملية الرد هي عملية دفاعية وعملية لها خصوصية داخل البنية التنظيمية قبل أي شيء آخر. أعتقد أن حزب الله مضطر أن يرد، وأن يرد بشكل يظهر فيه أنه قام بعمل يرد يعني بمستوى العمل الذي قامت به إسرائيل. مثل ماذا؟ شكر. مثل ماذا يعني؟ يعني ممكن يكون عملية اغتيال، يعني صعب أول شيء تقدير، ممكن يكون ضرب نوعي لمؤسسة إسرائيلية معينة إلى طابع أمني عسكري. ما بعرف إذا ممكن يرجعوا لتفجير السفارات، أن تنفجر سفارة معينة في إحدى الدول مثلاً من دون أن يعلن حزب الله مسؤوليته عنها. اغتيال ما، يتم استهداف شخصية معينة إسرائيلية. يعني لا نستطيع أن يعني نطرح أشكال، لكن ليس هناك بطبيعة الحال تقدير. واضح أنه في خطابه أمين عام حزب الله أعطى إيحاء، لا أعرف إذا كان مناورة، بس قال يعني أوحى بأن عملية الرد يمكن لا تكون قريبة أو سريعة، يعني ننتظر، وكأنه يحاول أن يقول أنه يريد أن يعني يلعب على لعبة الوقت ويختار التوقيت المناسب للرد. لكن أنا مقتنع تماماً هذه المرة بخلاف مرات أخرى، يعني مثلاً اغتيال عماد مغنية بسوريا لم يؤدي إلى رد من قبل حزب الله. نعرف أنه حزب الله وعد بأنه بده يقوم برد معين، ولكن لم يقم بهذا الرد. الآن ممكن أن يقول البعض فإذا يمكن أن لا يرد على عملية مثل عملية شكر المسؤول العسكري في حزب الله، لكن أعتقد الظروف مختلفة. يعني الآن عدم رد حزب الله يعني له آثار سلبية. أولا أن عدم الرد يعني سيحفز إسرائيل إلى تنفيذ عمليات أخرى بنفس المستوى وبنفس الطريقة، ويمكن بطريقة أشرس في المرحلة المقبلة. الأمر الثاني هو له علاقة بالبنية العسكرية لحزب الله، يعني بمعنى وهي عم بحكي معلومات، أنه الجهاز العسكري لحزب الله كان منزعج من
الجهاز السياسي إذا صح التعبير، بمعنى أن كان في رغبة لدى الجهاز العسكري بأن يوسع المواجهة، باعتبار أنه عملية الاغتيال اللي طالت أو عملية الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل أدت إلى أنه سقط عدد كبير من كوادر حزب الله، فيما قدرة العسكرية لحزب الله لديه من القدرة أن يرد على مثل هذه الاغتيالات ويذهب إلى يعني توجيه ضربات قاسية. هذا برأيي كان في قرار سياسي ربما إيراني بالدرجة الأولى، لجم حزب الله إلى عدم قيام حزب الله برد حقيقي فعلي، برأيي سيهز البنية العسكرية على الأقل من الجانب المعنوي. كيف سيهز معنويا؟ يعني عندما يقتال القائد الأول للجهاز العسكري لحزب الله، طبيعي أن يكون يعني المرؤوسين أو العناصر الحزب أو المقاتلين يعني في وضع يريدون أن يعني يأخذوا قرار بالانتقام، وعدم الذهاب إلى هذا القرار في الوقت الذي تقوم به إسرائيل بالاغتيالات وبالضربات، هذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى نوع من ضرب معنوي لهذا الجهاز العسكري وهذه القوة العسكرية. طيب. بالتالي عملية الرد إلها وظيفة داخلية حزبية بالدرجة الأولى، وبنفس الوقت لها يعني يريد أن يظهر لنتنياهو على الأقل كلفة مثل هذه العمليات، لأنه كيف يمكن لحزب الله أن يوقف تدحرج مثل هذه العمليات لتصل إلى قادة آخرين وربما تنتقل إلى قادة سياسيين، كيف يوقف هذا الأمر؟ لابد أن يقوم بعمل يظهر إلى حد ما أن مثل هذه العملية أدت إلى عمل كبير. طيب. يفترض أن يشكل نوع من الردع بالنسبة لإسرائيل. أعتقد هذا التفكير اليوم الذي يحكم حزب الله. حسن. هل إيران تضغط؟ هل إيران تلعب دور لاجم ظروف معينة؟ لكن أي عملية لجم لمثل هذا القرار برأيي سيكون له تأثيرات داخلية على حزب الله. حسناً، رد حاسم من أجل شد عصب البيئة الداخلية، لكن ليست حرباً شاملة أستاذ علي، صح؟ لا أكيد ما في حرب شاملة. حسن. لا الإسرائيليين بدون حرب شاملة، على الأقل خارج يعني الإسرائيليين بدون حرب شاملة بحضور الأمريكيين، أن يكون الأمريكيون مشاركون في هذه الحرب ويحاولون أن يستدرجوا إيران، لكن إسرائيل لا تريد أن تذهب بمفردها إلى حرب شاملة يعني على لبنان مثلا او على لاسباب متعدده. واعتقد انه هذه الحرب بذاتها التي تقوم بها اسرائيل اليوم هي يعني هذه حرب خبيثه بالنسبه. طيب. يعني بحزب الله، وربما تكون هي اخطر من الحرب الشامله. استاذ فيصل عبد الساتر، اليوم حسن نصر الله يعني ذكر كل جبهات الممانعه، ذكر اليمن، العراق، لبنان، ايران، إيه لم يذكر سوريا الأسد، يعني لماذا غاب ذكر الأسد عنه؟ أستاذ معاذ، يعني أنا آسف أنه يعني مفترض أني أدلي ببعض الملاحظات الأساسية بهذا الإطار. فضل. نحن يعني في هذه الحلقة نتعرض لمسألة خطيرة جدا بحجم الإبادة للشعب الفلسطيني، فأصبحت الحلقة وكأنها تحاكم إيران وتحاكم حزب الله، بدل أن نحاكم الإسرائيلي والأمريكي على الجرائم التي يرتكبوها بحقنا وبحق الشعب الفلسطيني، بتنا نحلل إذا كان إسماعيل هنيه اغتالته إيران من الداخل أم اغتيل من الخارج. هذا مؤسف يعني في حجم الضحايا والدماء التي والله يعني نحن نناقش يوميا الشهداء الكبيرة التي نحن الآن بصدد. أرجوك والله نحن نناقش في هذه القناة يوميا. شو نناقش يوميا؟ الحلقة تحولت إلى محاكمة. ما هي ليست محاكمة. الحلقة تحولت يا أستاذ فيصل. يعني يا الحلقة على كيفك. يا أستاذ. إذا لم تكن على كيفك. الحلقة تحولت إلى محاكمة لإيران. ليست محاكمة. نحن نسأل. يعني اقتلوا إسماعيل هنية في طهران. مش على كيفي ولا على كيفك. نحن نسأل. طب اسمح لي يا أخي أنت تستقبل ثلاث ضيوف ولا واحد قاطعته إلا أنا، بس احكي كلمة. أنت الوحيد الذي لا تعجبك الحلقة. أنت الوحيد. بلشت معي بالحلقة إلى الآن لم أكمل. لا مش لا تعجبني، مش لا تعجبني، لأنه أنا رأيي مختلف. آراء ضيوفك على نفس السوية. لا أبدا. أنا الوحيد المختلف. دعني أكمل الفكرة. طيب. أنا أريد أن أرتقي بالنقاش
أنا أريد أن أرتقي بالسجال والنقاش حتى مع الاختلاف، لكن إلى حجم نحاكم فيه الإسرائيلي، نحاكم فيه الأمريكي، نحاكم فيه كل هؤلاء الذين يرتكبون جرائم بحقنا، ليس لأن أضع الكثير من علامات الاستفهام حول الذي حدث. هل إيران تريد الحرب الشاملة أم أنها تريد حقنا حرب تحت الطاولة؟ يا أستاذ فيصل أرجوك، تحت الطاولة يا سيدي، أنا فيصل مع أرجوك. تحت الطاولة أستاذ فيصل أرجوك، والله هذه خليني أكمل، خليني أكمل يا أخي، أنت تريد أن تعلمنا كيف نناقش الأمر. خليني أكمل، ما أنت الوقت، والله الوقت انتهى. طب خليني أكمل، تفضل. لا طب خليني أكمل الفكرة، أنهي المحاضرة بس، ما خليتني أكمل الفكرة. كفاك من المحاضرة علينا، أرجوك لا تحاضر علينا، تفضل. مش محاضرة، أنت سألت بس يا أخي، ما عم بعمل محاضرة، أنتوا أربعة عم تحكوا بنفس المناخ، ممنوع أنا أتكلم برأي مختلف؟ أنا أقول لك أن حزب الله سيرد، وسيرد بقوة، ليس للأمر علاقة ببنية عسكرية وبنية سياسية وأمر من إيران وأمر من طهران وأمر من مدغشقر. هذه حرب قائمة، حزب الله ذهب إليها نصرة للشعب الفلسطيني. من أراد أن يعطينا مصداقية فليأتي ويكون في هذه الجبهة. ليس حزب الله الذي يلام، وليست إيران التي توجه إليها أصابع اللوم. إيران واليمن والعراق وحزب الله وسوريا تقدم لهم الشكر، يقدم لهم الشكر على ما يقدمون. طيب على قدر الاستطاعة، لكن قالوا أننا هنا ولا نقبل بهذه الجريمة. على الأقل يجب طيب أن نحفظ لهؤلاء ما يقومون طيب به. الآن أجبني على السؤال أكثر. نعم، الآن أجبني على السؤال أكثر. الآن أجبني على السؤال. ربما أنت تريد، ربما يا أخي وضحت، والله وضحت الفكرة أستاذنا، والله وضحت. الآن أجبني على السؤال، حسن نصر الله لماذا لم يأتي على ذكر سوريا وبشار الأسد؟ تفضل السؤال. ذكر كل جبهات الممانعة وبشار الأسد لم يذكره، لماذا؟ يعني هذه مسألة شخصية، هو حر فيما يقوله. يعني المطلوب يعني أن يدخل سوريا في كل خطاب. أنا أسألك يعني لماذا؟ هي لماذا التي تؤمن كل هذا المعبر الحيوي للمقاومة وهي من يا خي؟ لماذا؟ شو لماذا يعني؟ يعني لماذا لماذا لم يذكر فنزويلا؟ لماذا لم يذكر كوبا؟ يعني شو لها علاقة؟ يعني ليس للأمر علاقة في هذا الأمر. سوريا ليست جزء الآن من جبهة، يعني الجبهة المشتعلة. سوريا تتعرض لعدوان دائم من إسرائيل على خلفية أنها تقدم الممر اللوجستي لدعم المقاومة في لبنان، وهذا بحد ذاته يكفي بهذه يعني هل المرحلة. ما زال الأسد في محور الممانعة؟ تشتعل الجبهة في سوريا فوق كل هذا الذي نعم الأسد ما زال في سوريا محور... أيه؟ سوريا هي رأس هذا المحور، وسوريا بفضلها وسوريا هي رأس هذا المحور وبفضلها هذا المحور قوي ووصل طيب. إلى هذه الذروة من القوة، وسوريا هي التي قدمت كل أسباب الدعم. سوريا في 2006 لولاها لسحق لبنان وسحقت المقاومة. سوريا لولاها شكراً. في كل هذه المراحل ما بعد 2006 لما جاء أي شيء من الأسلحة طيب. إلى المقاومة. وبالتالي السؤال الأساسي، لماذا تغيب الدول العربية عن دعم طيب. فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في غزة شكراً. وليس السؤال والله هل تقدم إيران على حرب واسعة أو لا؟ مسألة الحرب الواسعة الوقت انتهى. ليست مطروحة، يعني ليست مطروحة الحرب الواسعة، ها منتهي الموضوع. شكرا. ليست مطروحة ابتداء، ليست مطروحة ابتداء خلص. بس لنكن دقيقين، يعني المحور سوف يبتلع الضربة وينتظر ضربة جديدة، صفع على الخد الأيمن وعلى الخد الأيسر هكذا. لا 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 لا. المحور سيرد وربما يرد بأكثر مما تتصور. مسألة أن يعلن حرب واسعة هذه مسألة كبيرة، ليست مسألة ممكن أن نناقشها في وسائل الإعلام. إعلان الحرب شيء آخر، نحن في الحرب لكن نحن نتحدث عن حرب شاملة. هل الآن الظروف مهيئة للحرب الشاملة؟ هذا نتركه للأيام، ربما الرد يستدعي حرب شاملة، لا أعلم. دكتور مهند سلوم، والله أنا آسف جدا لكن الوقت أوشك على النهاية. يعقد الإيرانيين والأمريكان صفقة وينتهي الموضوع أم لا؟ يعني نتنياهو يجر الجميع إلى حرب بأقل من دقيقة، تخيل، تفضل. على عجالة، أنا لا أعتقد، أنا أختلف مع ضيوفك الكرام، لا أعتقد أن إيران ومحور المقاومة سوف يردون على الهجمة. بمعنى إذا كان الرد محدودا
فالأفضل عدم الرد، لأنه هذا يفتح الباب أمام إسرائيل إلى أن تضرب أكثر، لأنها تتوقع ردود محدودة. يعني الرد على مقتل قاسم سليماني كان هزيلا، يعني الرد على ما حدث في تفجير السفارة أو المبنى قرب السفارة السورية كان هزيلا أيضا، يعني إخبار الطرف الإسرائيلي. عسكريا أنا أتكلم يعني من دون يعني أي ميل سياسي. الآن إيران لديها خيار، لديها خيار أن تتفاوض على ما يسمى باليوم التالي في فلسطين، في غزة. إسرائيل الآن يمكن أن يعني هذه العمليات، وأتوقع عمليات قادمة أكثر من إسرائيل لتحقيق ما يسمى بالنصر. إسرائيل منذ فترة عرفت النصر وأعادت تعريفه فيما يحدث بعد 7 أكتوبر، والآن إيران دولة لديها استراتيجية واسعة في المنطقة، ولديها استراتيجية مرتبطة بالدول العظمى، هي تريد ترخيص من هذه الدول حتى تعمل في المنطقة، تعمل بمعنى أنه ترتفع بمستوى معين وتطلع بدور معين، وهي تعلم أيضا أن لديها خصوم إقليميين. يعني الدول العربية، عدد من الدول العربية القوية في المنطقة، لا أريد أن أسميها، هذه الدول تنتظر ماذا يحدث بين إسرائيل وإيران. فإيران إذا ردت الآن هي خسرانة. حزب الله، أنا لست خبيرا في حزب الله، ولكن نعم، حزب الله ويتبع القرار الإيراني. يعني الأفضل أن لا يرد المحور، أن تبقى إيران بلا رد استراتيجيا. هذا الحساب حساب أي عاقل استراتيجيا. أستاذ علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، والله أنا أعتذر شديد الاعتذار، لكن لم يبقى أي وقت. بنصف دقيقة تريد أن تقول شيئا بنصف دقيقة؟ هي سامحك فيها يعني، حولها للشباب. لا، الأستاذ فيصل أخذ كل الوقت، يعني هو ختمها دكتور مهند سلوم، قال للإيرانيين اقعد فأنك أنت الطاعم الكاسي. كل الوقت والله أخذ كل الوقت، وعملت لي عليك مؤامرة كونية، عملت عليك مؤامرة كونية كل حلقة. طيب، الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر. ماشي ماشي. لا، هذه على طريقة الأسد، يعني مؤامرة كونية على الأسد، كلكم عليكم مؤامرة كونية جماعة المحور. الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر من بيروت، شكرا جزيلا لك. رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. نحن وياكم فرد محور، مفترض نحن وياكم، مفترض نحن وياكم فرد محور الآن، يعني مفترض انه الآن في فرد محور نحن. الأستاذ علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، شكرا جزيلا لك. كذلك الشكر موصول لأستاذ دراسات الأمنية من الدوحة دكتور مهند سلوم، والشكر ايضا كان معنا النائب في البرلمان اللبناني دكتور مصطفى علوش، فقدنا الاتصال به للاسف، وكذلك الدكتور اسامه ابو رشيد كان معنا من عمان. لحد القادم باذن الله، ما تبقى جديد في امان الله.